أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وتجدد بنا اللقاء كل يوم ثلاثاء وبرنامج صوت الناشئين في تمام الساعة 10 مساء، بنلتقي سويا. طبعا زي ما تعودنا مع حضراتكم أن صوت الناشئين بيهتم بكل القضايا اللي بتخص أندية المظالم وأندية الأقاليم. هنكون معاكم في كل مكان. صوت الناشئين هو صوت كل ناشئ في مصر. طبعا هيكون معايا ضيف من العار الثقيل جدا، سيادة اللواء علي عبد العزيز رئيس قطاع ناشئين نادي الداخلية. معانا أخبار هامة جدا، هنبدأ بالأخبار. اهتمام كبير من فايلر المدير الفني لنادي الأهلي باللاعب حمزة علاء حارس مرمى فريق 2001 وتصعيده لتدريب الفريق الأول. كارترون المدير الفني نادي الزمالك يتابع مباراة الناشئين لاكتشاف العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول. الأهلي يستعين بالدولي السابق الحكم الدولي السابق سمير عثمان لتثقيف لاعبيه تحكيميا. هنطلع فاصل وتقرير من قطاع ناشئين نادي الداخلية اللي بوجه لهم كل الشكر لحسن استقبالهم لكاميرات ومراسلين صوت الناشئين، وهيكون معانا بعد الفاصل مباشرة سيادة اللواء علي عبد العزيز. معنا من قطاع نادي الناشئين، قطاع الناشئين نادي الداخلية، الكابتن أسامة ومدرب الحراس، ومعنا الكابتن زياد. أهلا بك كابتن. أهلا بك كابتن. أهلا بك كابتن زياد. أهلا بك كوتش. أهلا وسهلا. احنا برنامج صوت الناشئين مع كابتن الإعلامي الكبير محمد عبد الله. أهلا وسهلا كابتن. أهلا بك كابتن. إن شاء الله. احنا سمعنا إن الكابتن زياد من الحراس الممتازين جدا، يا ريت حضرتك تكلمنا عنه وعن مستقبله وعن قطاع الناشئين عند حضرتك. هو زياد حارس مرمى 2002 ومعاه في 2001 السنه دي، هو من احسن حراس المرمى الموجودين في قطاع في القاهره الكبرى كلها. في الفتره الحاليه هو من احسن حراس المرمى، هو برده المفروض الكابتن ربيع ياسين والناس والكابتن ابراهيم عبد العزيز يبصوا على حراس المرمى في الداخليه. عندنا قطاع كامل من حراس المرمى الممتازين، عندنا اربع حراس لنادي الداخليه 2001 من اميز اربع حراس في مصر. توقعاتك للكابتن زياد ان شاء الله؟ حارس منتخب مصر القادم ومنتخب الفريق الاول ان شاء الله. اهلا بك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا بك. اهلا. طبعا سمعنا عنك سمع خير كبير، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق ان شاء الله باستمرار، ونعرف عايزين نتعرف عن طموحاتك وعن مستقبلك ان شاء الله. والله هو انا من زمان يعني هدفي دايما الاحتراف، يعني انا كزياد هدفي وطموحي هو ان انا اكون محترف بره مصر، بس هو عادي يعني الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه على قد ما يقدر، وخير في اللي جاي ان شاء الله، وربنا مش بيضيع جهد حد يعني. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ومعانا بعض اللعيبه المميزه من فريق 99، نتعرف بيكم. طارق رمضان. فتح الله يسري. ابراهيم اشرف. اهلا وسهلا منورين. مركزك ايه يا باشا؟ باك رايت. باك رايت. حارس مرمى جول كيبر. بلاي ميكر. هل في تأثير في الدعم، في مشاكل بتواجهكم؟ لا والله الحمد لله، اللي هو عثمان سوي واللي هو علي بيدعمونا وبيقفوا جنبنا، اي حد محتاج حاجه بيديها له، بيقفوا جنب اللعيبه كلها، مش مخلين حد محتاج حاجه يعني. الحمد لله ماشيين كويس الفتره دي، ومستنيين الفتره الجايه باذن الله نقدم احسن من اللي بقدمه كل سنه، وان شاء الله نسعد بطولة المجموعات بإذن الله. فضلنا ماتش أو ماتشين إن شاء الله ناخدهم ونخلص الدوري بإذن الله على خير. هل في مشاكل، في حاجة بتواجهك، في تأثير من الدعم الفني؟ مبدئيا الأول بشكر كابتن محمد عبد الله وحضرتك أستاذ إيهاب طبعا على النظرة ديت. الحمد لله الفترة اللي فاتت لسه عامل عقد مع الفريق الأول، دلوقتي في ناس بتطلع من الفترة للتانية، وعندنا ان شاء الله ماتش الاسبوع ده برضه مع الفريق الاول، فدي حاجه كويسه الحمد لله ما كانتش موجوده قبل كده، فالحمد لله يعني. توفيق ان شاء الله. كابتن هل في مشاكل بتواجهك، في حاجه في الدعم؟ في لا، هو مش هضيف الكلام ليهم يعني كتير وكده، بس هو نشكر كابتن محمد السيد كابتن مصطفى، وقفوا جنبنا يعني كتير وطلعوا مننا لعيبه كتيره الدرجه الاولى وتشافوا كتير فوق، مع ان الكلام ده كانش بيحصل السنين اللي فاتت وكده يعني، وعايزين نكون عند حسن ظنهم وباذن الله ناخد البطوله دي، اقل حاجه يعني ممكن نقدمها لتعبهم معانا الفترة اللي فاتت وكده. حتى اللعيبة اللي هم مش يعني ما طلعوش الدرجة الأولى كده بيجيبوا لهم يعني نوادي وبيساعدوهم على قد ما يقدروا، بيمدوا ايدهم لأي لعيب في الفرقة
ربنا يخليهم يعني ويكرمهم الفتره اللي جايه ويكرمنا عشان نكون عند حسن ظنهم وما نضيعش تعبهم على الارض يعني. قبل ما اطلع فاصل بشكر كل القيادات المحترمه، سياده اللواء عثمان، سياده اللواء علي عبد العزيز، سياده اللواء مصطفى نائب مدير القطاع على حسن الاستقبال وحسن الضيافه، وانا من خلال برنامجي بقدم لهم كل التقدير والشكر. قبل ما اروح لضيفي العزيز سياده اللواء، يعني انا عايز اوجه الشكر للكابتن محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب على لفته، يعني زي ما بيقولوا حاله بتعلم الناشئ ازاي يبقى فيه احترام، فيه اخلاقيات، فيه فنيات. في مباراه الاسماعيلي 2001 يمكن كاد اللاعب احمد صبحي يتسبب في مشكله كبيره، وزي ما بيقولوا خلافات وخناقات كانت هتحصل، وبالفعل حصل بعض المشادات كده، ولما الكابتن محمد رضوان عرف وقف اللاعب احمد صبحي لاجل غير مسمى، فديت ناحيه تربويه حبيت اوجه الشكر للكابتن محمد رضوان عليها. وارجع تاني زي ما قلت لحضراتكم، لاستقبال ضيف عزيز على قلبي، الناس كلها بتحبك وبتقدرك، انت شخص محترم، سياده اللواء علي عبد العزيز اللي عامل طفره كبيره في قطاع ناشئين النادي الداخلي. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك محمد، ربنا يكرمك كابتن محمد. واحنا يعني انا بشكرك على الكلمتين الجمال في الاول دول، واحنا بنحاول نعمل اي حاجه في الكره المصريه، مش انا واحد انا يعني زي ما بيقولوا ترس في مجموعه تروس يعني. لا انا دايما اقول، ومش انا لوحدي يا سياده اللواء، انا يعني بقول لو في خمسه سته من صناع قطاعات ناشئين الكره في مصر، حضرتك من احد الرموز ديت. انت عملت قطاع محترم واكيد بتستكمل المسيره من اخرين، لكن انت حضرتك عامل طفره كبيره في قطاعات الناشئين. الحمد لله، احنا القطاع الناشئين احنا انا بقى لي 4 سنين يعني مع اللواء عثمان. اللواء عثمان ده اخ كبير طبعًا بالنسبه لي طبعًا، وراجل يعني الواحد ما يقدرش يديله حقه مهما يتكلم عليه، بس الحمد لله هو مساندنا ومساند الفريق الكبير رغم التواجد الفريق في القسم الثاني، لكن اصلا هو مسانده ومسانده غير عاديه، ومجلس الاداره كلهم ربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب السعود يا ان شاء رب. الله لا ان شاء الله. وانتوا تعادلتوا في مع السويس في السويس امبارح ان شاء الله ان شاء الله. اسمح لي سياده اللواء قبل ما نتكلم في اي حاجه، طبعا القطاع قطاع كبير ومحترم وله حق علينا، ولازم نذكر اسماء القطاع. احنا قلنا طبعا نائب مدير القطاع سياده اللواء مصطفى طه اللي بشكره على استقباله، مواليد قطاع ناشئين مواليد 99، مدير فني الكابتن محمد السيد، مدرب الكابتن مصطفى سيد، مدرب حراس سيد محمد احمد، اداري محمد ماجد، طبيب محمد رضا، فريق مواليد 2001 طبعا كابتن عبد الله عامل شغل كويس جدا، مدير فني، مدرب عام عادل حموده، مدرب حراس مرمى اسامه عبد العزيز، اداري محمد ماجد، طبيب احمد عبد الظاهر، مواليد 2003 منير عبد الحميد مدير فني، مدرب سعد محمد، حراس مرمى احمد عبد الرازق، اداري عمرو اسماعيل، طبيب احمد شعبان، مواليد 2000 ايمن فاروق، احمد عثمان، عصام سمير، عمر اسماعيل، عبد الرحمن محمود، قطاع البراعم كابتن هيثم جبريل مدير فني للبراعم، 2007 طبعا بيقوده مدرب قدير كابتن هاني عبد الباقي، حراس هاني عبد العال، اداري محمود عبد اللطيف، طبيب احمد الغنيمي، 2008 وليد كامل، احمد حسين، محمد عرفه، رفعت عبد السلام، عبد الساتر، احمد محمد، احمد 2009 مدير فني عمرو سنوسي، نبيل توفيق مدرب، حراس محمد عرفه. وانا شفت 2009 2007 بيجوا براعم مهرجان براعم منطقه القاهره عندنا، و2009 كمان يعني انتوا خدتوا مجموعه كبيره مننا من نادي المقاولين. عاملين شغل كويس جدا يعني جدا، كل الاولاد اللي مشوا من المقاولين. كابتن عمرو سنوسي بصراحه يعني عينيه كويسه وجاب لعيبه كويسه جدا، محمد وائل وايمن، احمد ايمن، في ثلاث اربع عناصر كويسه يعني، هم المقاولين كويسين جدا. سياده اللواء تعالى بقى نتكلم بقى كده على الداخليه ونشوف الجداول بتاعته، يعني نروح لل 99 مثلا، يعني نتكلم على 99. تحب تتكلم على 99؟ حضرتك هو يعني الحمد لله احنا في مجموعه يعني انتوا لعبتوا 9 مباريات معاك 23 بونت هو في المركز الاول بس هو المشكله ان احنا عندنا في اخر ماتشين دول مع الناس اللي يعني احنا لعبنا كوكولا وتعادلنا معاها، وده اللي موقفنا كده. اسكو فاضل له ماتشين، ماتش معانا وماتش مع الاسكان. فهو لو كسب ماتشنا وكسب
الاسكان هيبقى عنده 27. احنا عندنا ماتش واحد مع حلوان الرياضي يوم الخميس، تبقى 26 بونت. لا ده انا هيبقى هو الماتش يوم الاحد الجاي. انت سابق بمباراه 99 سابق بمباراه اسكو. لا هو الماتش الجاي يوم الحد هو الفاصل، مين اللي مين المفروض ان هيصعد قطاعات الاول بالظبط. هي هو طبعا منطقه القاهره مشكوره الاخ ايمن حسان، لا ده الدينامو الدينامو بصراحه الراجل يعني لا يقول جهد. بوجه الشكر برضه للكابتن محمد الشربيني وكل اللي موجود بصراحه، والكابتن نافع عبد الدايم والكابتن ايمن حسان وكلهم واحمد عاطف، كلهم بيجتهدوا يعني وعاملين شغل. يخاف ينسى حد لحسن يزعل، لكن احنا بنقول الناس كلها مش نذكر اساميهم كلهم لانهم كتيبه عمل رائعه بامانه بصراحه. يعني ناس بتشتغل بضمير، وعلى قد كده منطقة القاهرة أنا يعني أكبر منطقة فيها مدربين مدربين ولعيبة. حضرتك يعني أكتر من مثلا إيه، يعني مش عارف أقول لك لا كتير 26 كتير. ألف لعيب كتير يعني كان الله في عون أيمن حسان كابتن أيمن والمنطقة شال على عاتقها موضوع كبير كبير. ده غير كل يعني بنتكلم في الفرق، لكن في برضه البراعم بيعمل دوري. حضرتك الدوري لما تشوف الجداول بتاعته تحس ان انت بتعمل مع منظومه كبيره جدا طبعا. يعني ايمن حسان بيعمل شغل، يعني لو لازم يبقى واحد صاحي زي ما بيقولوا كده، صاحي وفايق اول باول، مع ان يعني بصراحه كل ما تشوفه تلاقيه قدامه جداول كتيره جدا وبيعمل جداول اول باول. والله يعني احقاق الحق. والله سياده اللواء انا قابلته من فتره في المهرجان البراعم في مقام في نادي المقاول العرب، والله العظيم ثلاثة ان هو قاعد على كرسي ورا ونام مش قادر. قال لي انا قال لي ما بقتش اروح، انا بقيت في المنطقه ما عشان يعمل بطوله زي دي، يعني يستحق عليه الشكر يعني بصراحه. طيب بالنسبه ل 2001 2001 هو احنا زي ما شايف حضرتك كده، احنا فاضل ماتش يعني ايه، هو القومي عنده 25 وانت احنا عندنا 21 بونت. هو الماتش بقى اللي جاي دوت، انا يعني هل هم هي ما احنا لسه مستنيين بس الاتحاد المصري، لجنه المسابقات، لجنه القطاعات زي ما بيقولوا. طب انا كان عندي سؤال كده سؤال واستفسار من فتره سياده اللواء. يعني زمان ما كنا بنلعب ناشئين، يعني انا مثلا لعبت اسكو تمام، لعبت زمالك وترسانه واسكو تمام. كان اسكو في القسم الثاني وكنا بنلعب دوري ممتاز. ما هو حضرتك ليه دي ما بقتش موجوده؟ لا هو لما جه الاتحاد يعني ليه التصعيد ما بقاش موجود والنزول هو كمان ده بقى اللي احنا اتكلمنا فيه السنه اللي فاتت، على ان لازم يبقى قبل اللجنه ما تيجي كان في مجلس اداره، فاتكلمنا في مجلس اداره من الاراء اللي احنا بنقولها ان لازم يبقى في تصعيد. انا النهارده اخد بطوله القطاعات، بعد ما اخد بطوله القطاعات اروح فين؟ افضل زي ما انا، لا بالزبط. انا اطلع والفرق والثلاثه اللي فوق اللي هم نزلوا ينزلوا تحت زي الدوري الممتاز. لا ده كمان غير لو كده، لو هتنزل ثلاثه من القسم الاول انزل من الجدول نفسه اخر ثلاثه ينزلوا. مين هم ماليش دعوه، اسماء ايه ماليش دعوه، هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه. بس هو الاتحاد بيقول انا بنظم بطوله الجمهوريه للفرق المشتركه في الدوري الممتاز، فبالتالي انا اما كنت بلعب في الدوري الممتاز هلعب في حتى لو كنت الاخير. طب ما هو ده برضو ما فيش خلق منافسه، ما ده بقى يعني ده حضرتك السنه اللي فاتت كان القناه كان واخد القناة البطوله، القناه كان بيلعب 97 وكان واخد البطوله وما طلعهوش. ويمكن انا كنت في القناه وكلموني هناك وعرضوا فعلا على اتحاد الكره الموسم ده، كلموا الموسم ده كمان هم، قال لك اخش في يعني المصري اعتذر عن بعض المسابقات، اسوان اعتذر، اف سي مصر اعتذر. أنا بص هو عرض ان هو يخش بكل المسابقات هم الجمهوريه، مش عايزين، هم عايزين الفرق المشتركه في الدوري الممتاز 18 فريق هم دول اللي لعبوا جمهوريه، هي دي وجهه نظرهم. بيقول لك ان انا بعمل دوري اللي هو يساوي الدوري الممتاز، طب انا بعد دول ما مش هيصعبوا هيروحوا فين؟ اللي هيصعد منهم الثلاثه دول هيروح فين؟ وخلي بالك سياده اللواء دوري المنطقه كمان بيبقى يعني انا ما بيفرزش بعض العناصر الكويسه خالص. يعني احنا كنا بنواجه السنه دي يعني مثلا يعني ما بنروح نغطي ماتشات نلاقي مثلا فرقه زي المقاول العرب وليكن مثلا بتلعب فرقه كسبانه 14-0 الشوط الاول وبعدين تيجي اول ثلاث دقائق بتسحبوا من الشوط الثاني. طب ما هو ده في ناس ما بتجيش، في فرق من اللي هقول لحضرتك عليها ما بتجيش، هتعمل له ايه؟ كل ما هو احنا هنرجع لحته ايه الاستثمار.
الاستثمار انا معايا فلوس بشتري باسم نادي اشتري فرق الفرقه ديت انا هروح العب الاهلي ليه بدل ما اتغلب 10 وشكلي يبقى وحش لا ما اروحش انسحب انا كده كده مش هروح يبقى انا كويس مفيش مشكله لكن انا عايز انا الناس اللي تشترك اللي هيشترك ودفع الاشتراك هو لازم يجي لو ما جاش اعمل عليه عقوبه حتى السنه الجايه ما العبهوش بالظبط ما يخشش معايا تاني ليه لان بيعمل لي مشكله طيب ماشي معلش يعني لا صح كده نروح ل 2003 في الداخليه 2003 بقى يعني الحمد لله احنا ماشيين ورا هو المعادي واليخت طبعا دي الاول والشرطه بس التاني بس هو سبقك بمباراه هو لعب 10 مباريات هو لعب هو ما هو لعب 10 مباريات بس هي الفرق عندنا عندنا 5 بونت فهو الدنيا يعني مش يبقى هيبقى فاضل 11 الماتش ال 11 بس هو اللي هيبقى يعني هيبقى ماتشين 21 و6 27 بس هو هيبقى عنده ماتش ضعيف هيبقى يعني المعدي اليخت بنسبه كبيره هيصعد هيصعد القطاعات معانا تليفون هقطع حضرتك سياده اللواء الكابتن هاني عبد الباقي معانا على التليفون اهلا يا كابتن هاني كابتن هاني عبد الباقي مدير فني 2007 وهاني بصراحه من المدربين الكويسين جدا طبعا بس هو ظروف العمل زي ما بيقولوا ما اتاحت لهوش ان هو او ظروف اختيار اللعيبه ما اتاحت لهوش ان هو يعمل نقول اللي عنده التوليفة يطلع اللي عنده يطلع اللي عنده ولا يطلع هو عنده كتير هو انت يعني كان لعيب كويس جدا ومدرب كويس ومدرب كويس جدا جدا طب هو معانا يعني هنستكمل الجدول لحد ما الخط فصل معانا قلنا على المعادي واليخت 26 بونت 26 بونت 21 بونت داخليه 21 بونت الشرطه بقى 25 هو الشرطه هو اللي ممكن يخش في معاه انما في 2005 احنا الحمد لله مش وحش عندنا معانا امبي ووادي دجله دي من دي بقى دي مسابقه جميله ومسابقه قويه جدا جميلة ودي بقى بتفرز لعيبه لان حضرتك لما تيجي نبص على اللعيبه اللي هي هتلعب مع مثلا في الدرجه الاولى انا بعمل فتره زمنيه بين اللعيبه الموجوده دلوقتي في الدرجه الاولى 5-6 سنين فاللي يلعب النهارده اللي عدى 20 سنه اللي هيلعب بعد كده اللي عنده 15 سنه بالزبط. اللي هو المسابقه هو 2005 2005 وانتوا ماشيين يعني ثالث لا كويس الحمد لله ثالث ثالث كويس وادي دجله والشمس يعني امبي وادي دجله يعني وبعد كده انت الداخليه طبعا امبي وادي دجله دي بيلعب في الممتاز يعني عنده برده عنده واللي بيختار لعيبه بص يا كابتن محمد في نقطه لازم الناس تاخد بالها منها ان الانديه اللي هي مش جماهيريه اللعيبه اللي بتجيلك بعد فرز مره واثنين وثلاثه ناخد كابتن هاني قبل ما يقفل تاني ولا حاجه لا اتفضل كابتن هاني عبد الباقي ازاي حضرتك اهلا بيك يا استاذ جمال ازاي حضرتك الله يخليك بيك وسياده اللواء طبعا الله يخليك يا حبيبي سياده اللواء مع حضرتك واحنا سعداء بتواصلك معانا وهو بيشكر في حضرتك جامد جدا يعني لا ربنا يخليك سياده اللواء فاضل يعني ومدرب كويس جدا ربنا يكرمك يا هاني الله يخليك يا سياده اللواء انت ماشي كويس ب 2007 يعني لسه سياده اللواء بيقول لي يعني هو لسه كمان عنده كتير يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يا الله احنا الحمد لله يعني احنا مش بنتعامل مع بعض مثلا كمدربين ورئيس قطاع احنا النادي كله يعني كلنا عيله واحده وبيت واحد بنتعامل بالاساس ده احنا مش يعني ما يعتبرش شغالين في النادي احنا اولاد النادي طبعا ابناء النادي طبعا كابتن هاني طبعا يا كابتن وبنشكرك على مداخلتك الجميله يا كابتن هاني وكل التوفيق لحضرتك وكل قطاع النادي الداخليه يعني بنشكرك ربنا سياده اللواء طبعا يعني احنا رحنا الاول لان ده حقك علينا وده حق الداخليه ان احنا نتكلم عن الداخليه لكن احنا تعودنا دايما في صوت الناشئين ان احنا دايما بيبقى لينا قضيه في كل حلقه تمام النهارده مثلا على سبيل المثال عايزين نتكلم على هروب بعض اللعيبه اللي راحوا الامارات واللي سافروا لعيب مثلا زي عمرو مصطفى زي مصطفى هشام ناشئ الاهلي 2001 اللي راح خوبيل الاسباني يعني ايه يعني دي بقت موضه دلوقتي لا هي مش موضه هو حضرتك بعد اما اجي افتح الاحتراف لازم انا اعمل له قواعد ده مش احتراف ده هروب ما هو انا عايز اطلع اللعيبه دي عايز تطلع بره بيلعب مثلا في النادي الاهلي في المقاولين في انبي بس عايز يطلع بره طموحه هو حاسس ان هو طموحه فبيعمل معايشه بيبعت السي في بتاعه للفرق ديت وبالتالي هو
بيردوا عليه بيقولوا تعالى عندنا. هو ده لما بيجي يخرج ده ولد صغير ما عندوش اي مشاكل في الخروج. يعني 2001 ده انا عنده 19 سنه، هنقول طالب في الجامعه، هيخرج بباسبور طالب. المهم ان هو هيعرف يخرج بالزبط. لكن انا ايه الاستفاده اللي هتقعد عليا انا اللي انا عايز اعرفها. انا لازم اللي حق الرعايه هياخد حق الرعايه اقصى حاجه. بس انا حق الرعايه ده انا يعني جاب معانا قبل كده في سعد سمير، سعد سمير كان بيلعب في الشرطه وبعد كده مشي راح ليبيا وبعد كده رجع على الاهلي. فما جينا حق الرعايه، حق الرعايه مهما يكون مبلغ مال ايا كان دوت، مش هو ده اللي انا يعني اللي انت عملته في اللعيب اللي انت عرفت. يعني مثلا يجي عندك عنده 12 سنه قبل ما يبقى عنده 16 سنه اتمرن وعرفته يقف ازاي، عرفته يلعب ازاي، عرفته يتحرك ازاي، عرفته فنون الكوره، عرفته لياقه ذهنيه بدنيه فنيه، حاجات كتيره جدا. طب صرفت عليه وعلمته لا يجي بقى يجي يقول لك يعني النهارده يعني بنشكر مجلس اداره نادي المقاول العرب استاذ المهندس محسن بيه صلاح والمشرف العام على الكوره استاذ المهندس محمد عادل. يعني النهارده يمكن الكابتن محمد صلاح واعتقد ولا زال بيدخل فلوس للنادي. بس محمد صلاح يعني ولا هل هو لعب للانديه كبيره وابتدى اسمه يكبر بخلاف مثلا كاب سعد لعب سنه او سعد سمير لعب سنه ولا في ام بي، فبرضه العائد المادي بيبقى يعني ضعيف برضه. لكن انا بتكلم على ان هو برضه طلع بره، ما هو الولد ده هيطلع بره، هيطلع هيروح الامارات، هيعمل ايه في الامارات؟ راح خوض الاسباني هيروح اسبانيا هيعمل ايه في اسبانيا؟ هو السن الصغير خلي بالك احنا لعيبتنا احسن من اللعيبه بتاعت اوروبا في السن الصغير، لكن اما يكبر بقى في 18 سنه و19 سنه بيفرق. انت شايف حد في قطاع ناشئين الداخليه ممكن يعني مش هنقول انا بقول دايما على الكابتن محمد صلاح ده حاله ربانيه لوحده يعني في ممكن يعني هل ممكن حد يخوض التجربه ديت؟ يعني شايف في حد هو ناشئ او برع في قطاع ناشئين نادي الداخليه بشكل عام؟ في ولد اسمه زياد ده الحارس المرمى؟ لا لا زياد ده باك ليفت بس يعني من مواليد كام يعني انت مواليد 2001 حد يسمعنا يخطفه لا 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 2001 لا هو هو حتى نفسه الولد مش يعني لما تيجي تتكلم معاه هو مش مركز وده برضو عيب من عيوبه مش مركز. يا ابني تعالى احنا انا عايز انا كولي امر مش كان بعيد لا خالص بقى. تعالى احنا ممكن انت يعني نعمل منك واحد كويس يفيد نادي الداخليه وتفيد نفسك. انت أكيد. انا مش هفيد نادي بس انا هفيد المنتخب هتفيد حاجات كتيره. دماغه شاطحه تيجي مثلا تقول له اطلع الدرجه الاولى يروح يتمرن لما ينزل يبص للاعيبه كانه هو واحد كان في حته وبقى في حته تانية مش مركز مش مركز. طب ده يعني ده ناتج عن ايه؟ عدم تركيزه ده يعني راجل موهوب بالشكل ده. بص هو مشكله حضرتك ولا هل في لاعب كده يعرف ان هو لعيب كبير وحاسس هو حاسس بقى انه لعيب كبير فبيقع ما هو بيقع وبيقع بدري يعني هو لسه سنه يعني 2001 لسه صغير لكن هيقع بدري لان الوقت صغير خلي بالك حضرتك لو ما لعبش بس هنا هنا دورك بقى يا سياده اللي بقول لحضرتك انا بجيبه لا ده انا بجيبه واقعد اتكلم معاه وحتى يمكن كلمت عنده في البيت على اساس ان هو انتوا راعوه او حتى ما تخلوش يشرب. يمكن له مشاكل يا سياده؟ لا 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 هل مشاكل ماديه؟ لا لا والله هو موضوع المادي ده لان في بعض اللعيبه كويسه جدا يا سياده اللي هو لكن برضه خلي بال حضرتك ممكن تكون الظروف الحياه الاسريه يعني يمكن انا هقول لحضرتك حاجه يمكن نادي الداخليه بيراعي الحته دي لازم لا بيراعي الحته ديت في ان ايه بنسال على الولد يعني من بعيد عنه بالزبط. عشان نعرف ده ظروفه ايه في البيت في ايه عنده مشاكل عنده لان برضه في وقت من الاوقات اصل انت الاستفاده من النادي من الناشئين انك تطلع لعيب او اتنين صغيرين يطلعوا في الفريق الكبير هو ده الاستفاده ده هو ده بقى اهم من البطولات انا البطولات ده بقى النجاح انا اتكلمت فيها كتير البطولات دي ده زائفه كلها زائفه لان انت عارف حضرتك ممكن انا اجيب لعيب مسنن واخد بطولة لكن مش اللعيب المسنن ده بعد سن معين بيقف عند كده خلاص ما يقدرش يكمل لكن اللعيب الصغير اللي انا هبنيه واللي انا هفكر فيه واللي انا هديله كل تصعيده ويصعد واحده واحده هيبقى كويس جدا ما دي سياسه القطاعات الناشئين الناجحه انا بقول لحضرتك هي دي مشكله القطاعات كلها انا المدرب او المدير الفني اللي بيجي كل همه وكل هدفه ياخد بطوله عشان يفضل في النادي مع انه هو لو طلع لعيب او او اتنين لعيبه هيعمل قد كده 10 مرات وهيخلي الناس حتى تفكر ده مدرب بيعرف عينيه كويسه انت هو
الكلام اللي بقى انا ده عينه كويسه طبعًا. وده بيفكر طبعًا. وده انت حضرتك بس هي حاجه واحده يعمل جوه التمرين بتاعه او بيعلم الولد او اثنين وثلاثه يعملوا جمله مع بعض اما بتتعمل قدام الناس اللي بره دول لك مين المدرب ده صح مين ده شغله بيظهر شغله بيبان هو ده بقى هو دي المشكله انما انا اخد بطوله ممكن شوطه كده دخلت جون شوطه كده دخلت جون بقى كسبت البطوله ده بالمناسبه كمان سياده اللواء يعني احنا كان عندنا يوم الاحد رحت غطيت مباراه ال 99 الاسماعيلي والمقاول العرب في الاسماعيليه استضافت القناه وبعد بعد المباراه الكابتن رضوان بيكلمني قال لي النتيجه قلت له 1-0 الاسماعيلي قال لي حد لعب من الناشئين تحت قلت له في حسام حسونه وفي صلاح احمد 2002 فقال لي هم دول المكسب يعني ما انا اصعد النهارده 2002 هو ده ويأدوا بشكل محترم مع دول مع ال 99 قال لي هم دول المكسب بقى سيبك من 1-0 و2-0 لا 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 مش هم دول مكسب المباراه والمكسب بتاع بكره وده هو فعشان كده انا بقول لحضرتك هو ده سياسه القطاعات الناجحه اللي هي عايزه التفريغ وان انا ابتدي ابقى نواه لقطاع الناشئين ده يبقى نواه قويه جدا لدعم الفريق الاول طبعا ناشئين انا النهارده بدل ما اشتري لعيب بمليون جنيه لا انا عندي ابني وتربيتي زي ما بيقولوا اتربى على ايدي وفهمته وعارف ايه النادي وعارف اهميه النادي وعارف كل حاجه بالنسبه للنادي يعمل ايه هو ده اللي يهمني الانتماء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هم يعني احنا يعني الناس بتتكلم على الاهلي يعني الاهلي الانتماء لعيبه الاهلي بتنتمي مبادئ هو انت لازم كل الانديه تبقى كده هو الاهلي ده مش يعني هو مش حاجه مش حاله شاذه بس انت لو عملت لو جبت ناس عملت كل الحاجات دي ووصلت اللعيب دوت ان يحب النادي بتاعه زيه زي كانه ده بيته هو ده اللي بيحصل هو طبعا هو ده النجاح هو ده النجاح انتوا منظومه محترمه سيادتك يا ربنا يكرمك يا كابتن محمد والله ربنا يا رب والله يعني انت يعني انت مدينا اكتر من حقنا لا 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 ده حقكم ده حقكم انا والله يعني انا مش نادي الداخلية انا بتكلم على ان انا بقالي مده قليله يعني مده قليله بس هو القطاع في شغل كتير وبنحاول نعمل شغل كتير عشان يظهر الشغل دوت مش سهل انه يظهر يا سياده اللواء ده اقل من حقك كفايه متابعتك انت يمكن من يمكن في ملعب المؤسسه بتبقى اول واحد الحمد لله ودايما متواصل مع سياده اللواء عثمان بيه عثمان بيه دايما باستمرار وانت همزه وصل قويه جدا ما بين القطاع الحمد لله حتى مع الدرجه الاولى يعني كابتن هشام زكريا وكان قبل كده الكابتن ضياء يعني دول اخوات مش عايز اقول لك يعني انا ما ببصش على ان انا لعبت كوره او ودربت كوره لا دول اخوات وده احنا كل واحد بيواصل الفتره بتاعته فتره واكيد في فتره هتيجي بعد كده في ناس ثانيه هتيجي بعد كده اكيد في ناس احنا عايزين أكيد. الناس دي تمشي على نظام بشكل يعني الحمد لله رب العالمين زي ما انا قلت في البدايه يمكن من رموز اللي صنعت في قطاعات الناشئين بعض النجاحات الكبيره سياده اللواء علاء عبد العزيز اسمح لي نطلع فاصل تفضل. وتقرير من نادي المؤسسه طبعا التمرين نادي الداخليه ربنا يكرمك من داخل نادي الداخليه نتعرف بيكم نادي ابراهيم مامة مصطفى مامة زياد شايفه التعامل عامل ازاي من اداره النادي مع اللعيبه المتميزه هنا والله هم بيدوهم حقهم بصراحه واداره جميله بجد بس يعني ربنا يكرمهم ويطلعوا فريق اول وياخدوا الفرصه اللي هم عايزينها ما شاء الله باذن الله لا الحمد لله يعني في تعامل احسن من السنين اللي فاتت والكابتن الصراحه يعني الملتزم معاه بيديله حقه ثالث ومثلث اللي مش ملتزم هو اللي فعلا ايه يعني هو اللي جاني على نفسه مش الاداره هي اللي تعبان وما يلومش على نفسه بصراحه لان هو اللي بيلتزم واللي بيبقى حاطط هدف في دماغه هو اللي بيوصل بالالتزام وبتعبه تمام وشايفه المدير الفني عامل ازاي دلوقتي او نتائجه مع الفرقه ايه رايك فيها والله هو بصراحه اول سنه نحقق نتائج السنه دي احنا بنكسب بعد يعني بسكول انما الاول ما شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله بجد المدرب السنه دي جالنا في وقت ربنا يكرمك لا الحمد لله والله العيال كلها حتى يعني في تعاون جامد معاه
من الاولاد. طبعا الكابتن كابتن طارق عبد الله محقق معاه نتائج حلوه بصراحه. لا في فرق في المستوى كمان، مش في السكور بس، لان احنا بنلعب فرق اقل، بس هو الفرق احنا شايفينه في المستوى. نادي الداخليه معانا بعض اللعيبه المميزه بفريق 2001، نتعرف بيك. مصطفى عبد القادر. ميدو ناصر. بتلعب ايه، مركز ايه يا مصطفى؟ ديفندر. طب طموحاتك ايه في الفترة الجاية، او شايف فريقك فين في الفترة الجاية؟ طموحاتي ان شاء الله اطلع منتخب مصر واطلع فريق اول ان شاء الله، منتخب يسعى فريقنا يسعى باذن الله من كاس تاني. وانا باذن الله واخدها ستيب باي ستيب، يعني نطلع 99 بعد كده نطلع فريق اول وندور على المنتخب باذن الله. اي واحد طموحاته انه يكون في المنتخب، باذن الله انا اكون في المنتخب. ونفسي في امنية حياتي يعني ان اطلع بره، اسافر بره. اتمنى لكم كل التوفيق. ومعانا سيادة اللواء مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخلية، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، مرحب بيك. عايزين نسأل حضرتك عن قطاع الناشئين في نادي الداخلية، عامل ازاي دلوقتي وايه اخر اخباره؟ الحمد لله القطاع ماشي كويس، واحنا عندنا خمس فرق بيبدأوا من 2005 و2003 و2001 و99، والفرق دي ماشية كويس يعني عاملة نتائج، وفيهم لاعيبة كويسة مميزة بنصعدها ساعات للدرجة الأولى يعني، وبنعمل ماتشات مع الدرجة الأولى، وفي تواصل ما بيننا ما بين اللواء علي اللي هو مدير القطاع والسيد اللي هو عثمان رئيس النادي مع الكابتن هشام زكريا اللي هو المدير الفني لفريق الدرجة الأولى، في تواصل بيننا يعني، وبنعمل ماتشات ولقاءات كده ودية مع ال 99 و 2001 عشان نشوف العناصر الجيدة يختارها يضمها يعني للدرجة الأولى. طموحاتك ايه لقطاع الناشئين بنادي الداخليه، وشايف فين الفتره الجايه؟ هو ان شاء الله باذن الله يعني ان احنا طبعا لما نزلنا في الدرجه الثانيه دي، ان على امل ان احنا باذن الله ناخد البطولات القطاعات يعني، يبقى الاول على طول، لان احنا كنا السنه اللي فاتت بنلعب مع الاهلي والزمالك والفرق المميزه دي يعني، فان شاء الله املنا باذن الله ان هم يطلعوا الاوائل في جميع الاعمار يعني ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق وان شاء الله تصعدوا درجه اولى تاني. شكرا لحضرتك ومرحب بكم قناه الصحه والجمال. شكرا لحضرتك. شكرا. ومعانا المدير الفني الكابتن احمد عثمان لنادي فريق الداخليه، برحب بك يا كابتن. عايزين نعرف منك ايه اخبار فرقتك وعاملين ايه في الدوري في هذا الموسم؟ الحمد لله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا برحب بكم في نادي الداخليه، والحمد لله رب العالمين احنا فرقتنا ماشيه بشكل كويس. معانا في المجموعه نادي انبي ووادي دجله ونادي الشمس واتحاد الشرطه والسكه حديد، والحمد لله ربنا كرمنا خلال الفتره اللي فاتت احنا ثالث الدوري، فوقينا انبي ووادي دجله برصيد 16 بونت 15 بونت 13 بونت نادي الداخليه. الحمد لله يعني في دعم كويس جدا من الاداره بقياده اللواء علي عبد العزيز اللي هو عثمان دسوية واللي هو مصطفى طه واللي هو حسام فتحي، والحمد لله يعني الفرقه ماشيه بشكل كويس، والاداره مش مقصره معانا في اي حاجه خالص. وللعلم المدير الفني هو كابتن ايمن فاروق، مدير فني للفريق، انا مدرب عام. لا مش مشكله، مش مشكله، دي انا بوضحها عشان هو كل واحد ياخد المنصب بتاعه يعني. طبعا ده كان تقرير من قطاع ناشئين نادي الداخليه، بشكر المراسله بسمله اشرف والمراسله الجميله ساره حسن على هذا التقرير الجميل. ومعانا سياده اللواء برضو لازال معانا منورنا. سياده اللواء عايزين نتكلم في موضوع يعني يمكن يكون شائك شويه وملوش حلول، وانت فتحت الملف ده كتير يعني، وكنت متبني الملف ده بس شكلك لا تعبت كسلت التسنين. التسنين التسنين، بص يا كابتن محمد، مشكلته الاساسيه مين اللي بيسنن؟ ولي الامر. لا ممكن يكون مدرب. مدرب؟ مدرب. يعني شوف انت قلت ولي الامر. انا قلت ولي الامر. نمره واحد. ما هو لازم يبقى عارف، مش هيقدر حد يعمل شهاده ميلاد الا ولي الامر. طيب النهارده ولي الامر دوت احنا مش قادرين نتواصل مع انت سننت ولا ما سننتش، والدليل على كده ان في ولاد بتلعب في جميع المسابقات، مش هنختص حاجه. شكلا من سنه 2004 تلاقي ولد عنده يجي 20 سنه وجايب ورق. انت انا اتكلمت في الموضوع دوت او تدخلت مع كل الجهات اللي هي مسؤوله كرويا قبل داخليه
ان الناس ديت قال لك انا ماليش دعوه، انا بيجي لي ورق شهاده ميلاد قيد عائلي. يمكن الناس تعرف هنا في نادي الداخليه احنا بناخد قيد عائلي كل اول سنه حتى من الولاد اللي هي كانت موجوده السنه اللي فاتت. أيوة. يعني قيد عائلي، يعني خلي بالك كلمه القيد عائلي دي انا منه ببص كده على الاسماء. ايوه ممكن اعرف منه الولد دوت هو مكان مين بالظبط، موجود صح ولا غلط. اه والدته مين؟ ما هو انت عند كلنا، انا ممكن يبقى احنا كلنا باسماء واحده. لكن الام تختلف. الام تختلف، هي دي اللي تعمل لنا فراغ. هو دي مشكله، ومشكله ملهاش حل. لان هي لازم يبقى ليها رد فعل قوي. هتعمل قانون محدش هيوافقك عليه، لكن اتحاد الكوره بيقول لك انا بتعامل باوراق. انت عايز تعرف تثبت ان ده مزور، اعرف. نيجي بقى للتزوير. انا هزور هروح لمين؟ لازم اكون عارف اهل بيته عشان يوم يقول لي ده مزور ولا مش مزور. ما عمر ده ما هيحصل، ولا عمر ولي امر هيجي يقول لك انا ابني مزور. طب الجهاز ده سابت اللي هو، لا الجهاز ده بعد 17 سنه. بعد 17 سنه، ودي مشكله تانية. ودي يمكن دي بتواجهنا كمان في المنتخبات يعني الشباب. لسه كان. يعني لسه نتكلم عليها، وكلمنا مع الكابتن ربيع. يعني خلي بالك ان الولاد اللي معاك لازم هو طبعا الراجل بيتعب، لا بيعمل لا جهد وبيتابع، وكان في ماتش انبي والنادي الاهلي في انبي بصراحه جهد غير عادي، بيتابع وبيشتغل بقلب. لا بيشتغل ومعاه جهاز محترم، كابتن عبد الستار صبر وبصراحه كلهم يعني حاجه مشرفه جدا. هو الراجل بيتعب، بس هي المشكله هل انت تقدر لو جاب لك ولد مزور بورق؟ هل اما يجي بقى، ما هو ده حصل معانا في منتخب من المنتخبات. لما جم راحوا بطوله افريقيا الاسورة مشيت لنا 12 لعيب، ال 12 ما لعبوش. طب اتحاد الكوره ما ينفعش يجيب مثلا الجهاز ده او يكون له دور، ما هو حتى لو بمقابل مادي للانديه. انا مثلا انا عايز اعترض على حد في الداخليه. انت السن بقى السن 17. لكن احنا بنتكلم التزوير دوت ممكن يبقى في 12. التزوير والتسنين ده بيبقى في السبع سنين حتى. انا اشوف انت قلت حضرتك قلت لك في 12 سنه، واحد عنده 13 سنه وشعر رجله قد كده، شعر صدره. طب ده لكن هل في بعض الانديه ممكن تساعد لاعب على التسنين والتزوير والكلام ده؟ انا بقول لحضرتك انت قلت، انا قلت ولي الامر. انت قلت في ساعات بيبقى مدرب. مدرب اللي احنا اتكلمنا عليه. ممكن يقول ولي الامر على جنب كده، بقول لك ايه، روح له مكتب الصحه اعمل له مش عارف ايه. طب طب نموت ولد ونعمل شهاده ميلاد من جديد. نموت ولد. بيعملوا شهادات وفاه ويبقى الولد عايش. ما انا بقول لك اهو. بنموت ولد ونعمل له شهاده. شهاده وفاه. ونعمل نطلع له يطلع اللي دوت شهاده جديده. موضوع كبير. لا موضوع كبير ومش ملهوش حل. يعني خش على بطوله الجمهوريه راحتك بقى انت. الموضوع لا هو ليه حل، بس شائك جدا. لا هو ليه حل. بص يعني الحلول لو مسكنا ولد. هي حلها، وانا اتكلمت في الموضوع دوت ومع الناس، بس هم يعني مش متجاوبين. الولد دوت يروح النيابه العامه، الراجل ده يتحبس، لان هو ال ال الكلام دوت بياخد غرامه 100 جنيه. ايوه الغرامه 100 جنيه. القانون بيقول كده. لا انا عايز حبس. لو اتحبس واحد مفيش ولي امر هيفكر هيجرؤ هيفكر يعمل الواقعه كده. دي دوري الجمهوريه 99 دي الجوله السادسه عشره. عندنا مصر المقصه كسب المصري 1-0. ايوه الاسماعيلي كسب المقاولين 1-0. يمكن حضرتك اتنوهت ليها. انا لسه كنت بقول لك على المكسب اللي هو الولدين 2002 اللي تم تصعيدهم. تمام حضرتك. عندنا اسوان كسب بيراميدز 3-2. طبعا ده اكيد في اسوان. اكيد في اسوان لان الدنيا حر. لا الدنيا حر والناس يمكن هو نتائجه كلها الايجابيه اللي هي في ملعبه. في ملعبه. وادي دجله اتغلب من طلائع الجيش. انا اعتقد طلائع الجيش برده ماشي كويس مش وحش. لا ماشي كويس. اف سي مصر اتغلب من حرس الحدود. طنطا وسموحه 4-1 سموحه. الانتاج الحربي 1-0 الزمالك. انا خلي بالك انا فريق الزمالك مش كويس في 99. مش يعني كويس حتى من البدايه كان لاعب اف سي مصر. انا اتفرجت على الماتش ده وتم تغيير تشكيل الجهاز كله. انا بقول لحضرتك الجونه 1-0 مع الاتحاد السكندري. الاهلي وانبي 2-1. طبعا ده اللي حضره كمان كابتن ربيع ياسين وشاف وكان مع الكابتن وحيد كامل المشرف من منطقه الكوره اتحاد الكوره على المسابقات يعني. على المسابقات. جدول ترتيب مواليد 99 واحنا ناخد اربع فرق كده يا سياده اللواء. الاهلي
38 بونت الاول، الاسماعيلي 35 بونت الثاني، بيراميدز 29 رغم الهزيمه 29، حرس الحدود 29، نقول الزمالك 28 الخامس طلع الجيش السادس، امبي السادس، امبي السابع، اسوان الثامن، اف اسوان ماشي كويس في 99، اف سي مصر التاسع، الانتاج الحربي العاشر، سموحه، وادي دجله، مصر المقاصه، الجونه، المول العرب. وانا عارف ان المول العرب مش مكانه طبعا في ولا ترتيبه في الجدول. لا ده ماسك الفريق ده كابتن مجدي. الكابتن مجدي مصطفى مدرب كبير بس الكره مش يعني لا وكمان بيعمل ماتشات كويسه جدا، نوعيه اللعيبه كمان تخلي بالك برضو دي بتفرق معاه. الاتحاد السكندري المصري طنطا، دوري جمهوريه 2001، الجوله 16. اتفضل يا سياده. مصر المقاصه 4-1 على المصري، الاسماعيلي 2-1 على المقاولين. ده برضو الماتش اسوان ده الماتش الاسماعيلي والمقاولين 2-1 ده اللي هتوقف عليه ثواني كده عنده. ده الواقعه اللي انا بقول لحضرتك عليها، كان مشكلة. ان الولد كان هيعمل مشكله كبيره. والكابتن رضوان وقفوا الى اجل غير مسمى لحد ما يتم التحقيق معاه. ده طبعا ده حاجه تربويه. الكابتن رضوان يعني لعيب كبير ومدرب كبير، ومش عايز اقول لك كبير قد ايه. طبعا ده كان زميل ملاعب زمان يعني. طبعا ده المنقذ. اسوان وبيراميدز، طبعا اسوان مش موجوده في المسابقه. وادي دجله، اتفضل يا سياده اللواء. وادي دجله وطلاع الجيش 2-1 لطلاع الجيش. الاهلي وانبي 5-1 برضه. كانت هو انا اعتقد ان فرقه 2001 في النادي الاهلي فرق من الفرق القويه. دي كانت مفاجأة. لا هو في الترتيب الثالث، لكن هو لا هو عنده فرقة قوية. خلي بالك الحظ ساعات بيقف. يعني انبي انا يعني بشكر الكابتن امام محمدين طبعا لانه دايما متواصل معانا. وكمان انبي كمان طارق عبد الله من المديرين الفنيين الشطار جدا. يمكن الحظ كان الاهلي عالي عنده، او يومها لعبته ما كانش، او كان عنده اصابات عنده اكيد. اف سي مصر، اف سي مصر 1-1 مع حرس الحدود. طنطا 1-1 مع حرس الحدود. الانتاج الحربي، الانتاج الحربي والزمالك 2-0. وده المباراه اللي حضرها كارتيرون المدير الفني الفريق الاول. كان بيدور على لعيب. اظن كان في لعيب اتكلموا عليه في 2001 هيطلعه فوق بالظبط. وهو وكان معاه الكابتن ايمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين. ويعني دي مبادره كويسه جدا طبعا، ان النهارده المدير الفني بيروح بيتكلم عليه، وخاصه المباراه كانت في المباراه كانت في الانتاج الحربي. وانا بقول لحضرتك يعني بيدور على لعيبه من اللي تحت. ما قالكش لا اما يجي يبقى في ماتش عندي في النادي اتفرج عليه. لا راح الانتاج الحربي في السلام واتفرج عليهم. وهو عنده اكتر من عنصر هو حاطط يعني رايحين عليهم. فانا فاكر كان في لعيب كمان اتقال عليه ان هو هيصعده في الدرجه الاولى. فعلا الجونه والاتحاد السكندري 1-1. الترتيب عندنا الزمالك الاول 37 بونت، انبي الثاني 31 بونت، طبعا فرق كبير. وانبي لعب 9 ماتشات والزمالك 12. فيعني ممكن يبقى قريب منه او يعديه كمان طبعا. الاهلي 10 ماتشات وعنده 30 برضه، ممكن يبقى 36 ممكن. المقاولين 29، مصر المقاصه 28، الانتاج الحربي 24، بيراميدز 24، سموحه 20، حرس الحدود 19، اف سي مصر 19، وادي دجله 16، طلائع الجيش 16، الاتحاد السكندري 14، الاسماعيلي 13، طنطا 10، الجونه 10، المصري 8. انا ليا تعليق بس صغير كده. اتفضل ست اللواء. هقول لحضرتك عليه في 99. يعني نقول اخر ثلاث فرق عندك طنطا والجونه والمصري. المصري وطنطا في اخر ثلاث فرق في 99 وفي اخر ثلاث فرق في 2001. وده احنا اتكلمنا ويمكن على ان المصري بكل امكانياته ديت والفرق بتاعته الناشئين دي اللي بنقول عليها ان هي ما بيطلعش. هو الكابتن امام عبد الرازق لسه ماسك جديد وعايز يعمل. بس هو قال استنوا عليا. هو انا يعني حديث كده. هو الدور الثاني، الدور الثاني فرقه المصري في كل المسابقات انا بقول لحضرتك جامد جدا، لان الكابتن ميمي من الناس الدؤوبه. لا وبيحب عمله جدا جدا يعني. جدا 2003 سيادة اللواء، الاسماعيلي ومصر المقاصه 2-1، وادي دجله وطلائع الجيش 2-1، الاهلي وانبي 1-1، طنطا وسموحه 2-0، الجونه والاتحاد السكندري 3-2، الانتاج الحربي والزمالك
لا هو في اسوان كمان مش مشتركه، وفي حد ما اكيد هم كانوا بايل. الانتاج الحربي تاجل باين على ما اعتقد عشان المباراه اللي كانت مقامه في الزمالك مع الزمالك. ترتيب الدوري مواليد 2003 انبي الاول 37 الزمالك الثاني 29 وادي دجله الثالث 27 والاهلي الرابع 25. دوري الجمهوريه 2004 ده احنا كنا اتكلمنا على ان ده يعني 2004 يعني كنا نفسنا نعمله 2005 مش 2004 لان احنا بنشترك او عموما الاتحاد المصري بنشترك في الفرد فهم ما اعرفش يعني كان ليهم وجهه نظر ان ده لما اعمل منتخب 2004 هيلعب بطوله او اثنين، هو بيقول الزوج وفرد وكده بطوله او اثنين وبعد كده يقعد. احنا هنطلع فاصل اتفضل حالا وهنرجع تاني على طول مباشره. عايزين يا محمد ثواني بس خلينا في الكاميرا. حضرة السادة المشاهدين، نظرا لضيق الوقت والوقت جري بينا بسرعة مع سيادة اللواء علي عبد العزيز رئيس قطاع ناشئين نادي الداخلية، يعني اسمحوا لي قبل ما أنهي الحلقة أوجه كلمة يعني أتمنى الدعاء للدكتور مصطفى أحمد الجهاز الطبي لفرق ناشئين نادي المول العرب لأنه عمل عملية جراحية منذ قليل، أتمنى له الشفاء العاجل جدا. وأنا يعني اسمحوا لي تعودت دايما أن أنا اقدم درع باسم البرنامج لسياده اللواء، يا ريت تقرب خد لي زوم كده على الدرع. سياده اللواء شرفتني، الله يخليك، ده انا شرف لينا والله ونورتني، الله يخليك وان شاء الله نلتقي دايما ان شاء الله. انت من الشخصيات المحترمه اللي عامله شغل كبير، الله يخليك وشرفتني ونورتني. ألف شكر ليك يا سياده اللواء على حضورك والتشريف. الله يخليك. حضرات الساده المشاهدين، انا بشكركم تحسست اللي هو جنبي، بشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، وزي ما تعودنا كل يوم ثلاثاء هنلتقي في تمام الساعة 10 مساء. دمتم في أمان الله، شكراً.